في الجزائر رائشة تنصب وليس ينتخب، كيف راح تكون رئيس مع الكرف هادو؟ أبا أون فا ترافاي سو لو بلان بوليتيك، نديرو ثورة سياسية وننتزعو رئاسة الجمهورية ونديوها لينا حنا. بونسوار مسيو رحمن، بالك ما نوصلوش المعادة مع الكرف هادو كيما قلت، بالك ما نوصلوش، مي بون ما هذا ما يدعيش أن ما نحاربوش. شوفوا أنا عندي مثلا نقولها تاعي أنا أكتبوها، رحماني محمد الياس قالها، ميم سي جو غان با جوري موني مون كومبا، حتى ولا كان ما نربحش نكون أتممت المعارك نتاعي، حيت اسكو جو سي اون طران دو فير، باسكو الربح من عند ربي، التوفيق من عند ربي. أو يقول لك وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. دونك أنا نحارب على الحق، على إقامة دولة العدل والحق، على أن البلاد تولي قوة، أنها تولي قوة حقيقية في وسط الدول ماشي غير في المنطقة نتاعها. أنا نحارب باش الولاد نتاع الجزائر كي يزاد بعد ما عنده لا مشكل لا ماكلة لا شراب لا قراية لا دراسة لا والو، عنده مشكل واحد كيفاه يتطور ويطور المجتمع معه. بقية طالب بصرا مسامي بريزيدان ليز دي ديسكور دي دي بريزيدان، علاش حرام عليك محمد عز على واش تحبني ناناليزي؟ كاين حوايج قالهم حقائق ملاح، الباقي مسكين قال لكم ان ديريكتومون لا غالب عليا يا جماعه، انا محطيني هنا ويديروا بيا واش بغاو. هذا هو الريزيمي تاع الديسكور تاعو. كي يعود رئيس الجمهوريه يقول لكم الحكومه ما عندهاش تجربه، واش راح نديروا خليوها؟ اي ريزيمي كلش مليح، هنا ريزيمي لكم كلش برك، مادام محافظ على واحد كيما كان مدر الزيك هي ريزيمتو، واش ريزيم الديسكور تاعو؟ مسيو لو مينيستر نتاع فرانك ولا الفراك كيما يقولوا، هو ما يفرقش بين الفراك والفراك، كان هذا كان يقري في الجامعه، هذا يقري، هذا الحمار كان يقري، حاشا الحمار هذا تصا نقول لكم حاجه، كاينه حاجه لي زاكتر تاعنا هذوك الصغار لي جان اللي يديروا دي سكتش تاع ضحك والغنيات هذوك تاع اللي يقدموا بهم، والله العظيم سي دي جيني. ما كانش عندنا ناس في الجزائر ما تلقاوش في دول الاخرين، يعني عينات وحدنا عندنا وحدنا نقدر نكرم معك. بوركو لوم ولايسيتي تي توجور اسوسي ا اسلاميك اي نو با دير لايك اي كريتيان. خالد اي خالد، لا لايسيتي تي اون بارتيكولاريتي فرانسيز، ان نيكزيست نيل بار دون لو موند. هذا كل باسكو ريش اليوم واحد الوقت لارشي ايفاك ولا شي با كوا دار فيهم الرب انه تصب سي لوي كي ديريجي وليغليز كانت ديريجي. جات لا لايسيتي هادي ابري لا ريفولوسيون اكسيتيرا اكسيتيرا جو 1905 مع جيل فيري كومباني، حيت لا لايسيتي هادي ال كونسيرن فرنسا، ولا لايسيتي نيكزيست با نيكزيست با. لي بريزيدون تاع فرنسا بكل يروحوا عند لو باب يديو لا ميداي نتاعهم تاع شوفالي دو لا كريتيانتي. شو من لايسيتي؟ لي جور فيري كريتيان سي دي جور فيري شومي بيي في فرنسا، والديانات الاخرين لا لا. دو كان لايسيتي اون بار سي تي لايسيتي دو فاساد برك، دو كان لايسيتي. انا جامري بيان فوار لا لايسيتي بار اكزومبل الفيسك يروح لونيغليز يكونترولي لي فون تاعها، سا سي لا لايسيتي جامي تشوفها في فرنسا. تحكي ليش على لايسيتي؟ ولا لايسيتي انا ممكن نفهمها فصل الدين عن الدوله. كي يعود رئيس الدوله ميستيك هو بعد كريتيان ويموت على كريتيانتي وتربى في كريتيانتي، كيفاه نديروا له ندكوه في قرعه ونقسموه على زوج نفصلوه؟ عندنا ان برودوي كي بيرمي ديزولي لا ريليجيون دان بريزيدون على لو كور تاعو، ولا مينيستر ولا جنرال ولا ديريكتور جنرال ولا ان شيرشور ولا لا لايسيتي سي كوا؟ ما تبينش دينك اثناء الاداء المهام تاعك. لا لايسيتي هي التقية تاع الشيعة، هذا بيت من هبلكم مريصانكم كيما الشيعة التقية يمارسوا التقية متخبيين. لو لايك ستان كريتيان متخبي برك، بصح تقيسلو فلا كريتيانتي يدبدبك
يهبلك يشبع فيك الضرب وحشوات وديكوبا النار يرميها عليك. داير ساركوزي ما كذبش كي قال لهم لا فرانس عندها دي راسين جوديو كريتيان فو با لوبليي جوديو كريتيان ما يقدرش ما يقول جوديو باسكو اوريجين يهودي مي ريالمون كريتيان دونك لا لايسيتي نيكزيست با اسلاميك سي ميم الاسلام الاسلام ني با ريالمون اون بوليتيك الاسلام سي اون ريليجيون. غدوة يجيك واحد في الانتخابات ينجح و مثلا هاي ننجح انا في الانتخابات انا قراني تقدرش تفصل ديني عني تقول لي قراني تكليها برا وحنا نحبوك راهي ساكك ابوال كاش منها انا قراني يعني غدوة مثلا بور نامبورت كوا تيجي عفسه نقرا ايه يقول لك ان جنحوا للسلم فجنح لها اي بان جو اكزيكوتي سيتو كونتر فوي ماري انا قراني كيما نمنش واش قال ربي واش نمن واش تقول انت نو هادي سي جوست ان اكزومبل سادير اون بو با سيباري لوم دو سا فوا ولا لا فام دو سا فوا اجمعي محال دونك لا لايسيتي كذبه سي بوركوا دولة القانون تحمي الجميع حتى من الرئيس والاتجاهات الدينيه تاعو كاينه دولة القانون. هاي هنا الحاجه المليحه هاي هنا الحاجه اللي فريمون قويه دولة القانون الحقيقي تحميك حتى من عاطفية الرئيس يعني تكون انت مثلا شيعي في وسطنا والرئيس السني ما يقدرش يدنا لك كاين قانون بيناتكم ما يقدرش يغلق لك المسجد اللي تصلي فيه انت كاين قانون بيناتكم يحمي الديانات يحمي لا ليبرتي دو فوا لا ليبرتي دو بونسي لا ليبرتي دو كونسيونس ما ينجمش بصح هادي لا لايسيتي سي ان مونسونج سي ان فري مونسونج. كاين حوايج هنا في فرنسا تروح تشوف البريفي ما يفريهم لكش تروح تشوف ان بير في اون ايغليز كيحب يعاونك يفريهم لك توت سويت باغ اكزومبل سقسيو لي سون بابي يحكيو لكم بون او ما عندناش دي زابيل اليوم سي بيزار تسمع مازال صايم والله هكذا سي با كراف. Allez, bon, il y a des questions encore. سيد رحماني إذا جبهة تلقي هشام مزاري. سيد رحماني إذا جبهة تلقي وائل الحية لديها منطق الفيس تريد أن تنتزع الحكم لمساندة الشعب وتفرض عليهم حكم أوتقراطي وتصبح أفعلا جديد. كيف تسمح للشعب التغيير إن أخطأت؟ برافو مزاري. Excellent. سؤال رقم واحد. ونجاوب عليه. هل الفيس كان عنده برنامج؟ إجابة لا. نحكم بالشريعة قالكم ما قلناش من شريعة. هل فلان منذ أن أنشئ كان عنده برنامج لليوم؟ إجابة لا. هل جبهة القوى الحية عندها برنامج؟ الإجابة نعم.